أعزائي طلاب الثالث الثانوي، مرحبا بكم في نص جديد من نصوص كتابنا. النص الأول من الوحدة الثانية، وحدة الأدب المهجري، ذلك الأدب الذي كان رسالة عربية إلى شعوب العالم تخبر عن تاريخنا المجيد وعن حضارتنا المتأصلة. النص الأول في هذه الوحدة يتناول فيه الشاعر جورج صيداح حنين المهاجر إلى وطنه وإلى أهله وأحبته، مثلما يتناول معاناة المهاجر مما عاشه في غديار الغربة. الأدب المهجري حمل لنا مجموعة من الأفكار التي تضيء حياتهم في ذلك العصر، فقد عانوا الكثير حتى اضطروا في النهاية إلى الرحيل بعيدا عن أرض الوطن. وكان هذا الرحيل كما اطلعنا في درس القراءة الأول من الوحدة الثانية بناء على مجموعة من العوامل، لعل أبرزها العوامل الاقتصادية التي دفعت بهم إلى شواطئ الغربة. ثم كان ظلم الاحتلال العثماني الذي اضطرهم في النهاية إلى مغادرة ديارهم بحثاً عن واقع أفضل. الشاعر الذي نسج هذه الأبيات الجميلة هو الشاعر السوري جورج صيداح. كما قدمنا تعريفاً بسيطاً عنه، هو شاعر سوري عاش متنقلاً بين مصر وأوروبا ثم فنزويلا، واستقر في الأرجنتين حيث أنشأ فيها الرابطة الأدبية. هذا الشاعر كغيره من شعراء المهجر حمل معه حنينا كبيرا لوطنه، جسده في قصائد عدة جمعت بين دفتي عدة دواوين له، ثم اخترنا منها هذه القصيدة نتعرف عليها بعد مدخل لنصه. هذه الأحلام التي حملها أولئك المهاجرون كانت أحلاما جميلة، حلموا فيها بأن يجدوا واقعا أفضل يعوضهم عن سنوات من الحرمان والبؤس والشقاء، لكنهم صدموا في ديار الغربة بصخرة قاسية جعلتهم يعانون الكثير. فالأحلام الوردية التي حملها المهاجرون معهم من ديارهم فقدت بريقها عند وصولهم للمهجر، مما جعلهم يشعرون بغربة قاسية نفسية ومكانية، فاندفعوا للحنين لوطنهم وعاشوا على أمل العودة والاجتماع بمن يحبون. سنتعرف الآن على أبيات جميلة من قصيدة وطني ترسم لنا ملامح هذا النص وأبرز النقاط التي توقف عندها جورج صيداح. يقول جورج صيداح: وطني أين أنا ممن أود، أو ما للحظ بعد الجزر مد، ما رست حيث رست فلك النوى، لو أباحوا لي في الدفة يد، وطني ما زلت أدعوك أبي، وجراح اليتم في قلب الولد، هل درى الدهر الذي فرقنا أنه فرق روحا عن جسد، وطني حتى ما ترتد الصبا دون أن تحمل من سلمايا رد. عبق الحنين للأهل والوطن يرفرف بين كل كلمة وأخرى في ثنايا هذا النص الجميل. فالشاعر يبدأ أبياته موجها الخطاب للأغلى والأعز في حياته، ألا وهو الوطن، فيخاطبه قائلا: أين أنا ممن أود؟ ترى ما هو ترتيبي فيما أسعى لتحقيقه وأحلم بأن أحققه؟ فأيها الوطن، لقد قذفت بي رياح الغربة إلى المجهول، أو ما للحظ بعد الجزر مد؟ هذا الحظ الذي توقف لسنوات طويلة، ترى هل سيؤذن يوما ما له بأن يسعد ويحقق لي ما أصبو إليه؟ فشاعرنا يتساءل عن موقعه في سلم أولوياته وأحلامه، ثم
يتساءل في نهاية بيته عن تحقيق هذه السعادة المنشودة أو عدم تحقيقها. فنلمح في ثنايا هذا التساؤل، نلمح مرارة الألم الذي عاشه سنوات طويلة إلى أن وصل إلى ديار الغربة. ثم يتابع شاعرنا قائلا: ما رست حيث رست فلك النوى، لو أباحوا لي في الدفة يد. لاحظوا أبنائي كيف يعاني من مرارة وصوله إلى هذه المواقع. فشاعرنا ليس سعيدا بما وصل إليه، إنما هو يعبر عن مدى ألمه. فتلك الأماكن التي رمت به أمواج الغربة إليها لم تكن بالأماكن المنشودة، ولم يكن بذلك الحلم الذي يريد أن يحققه. فهذه السفن قد أوقفته في مكان لا يرغب فيه ولا يرغب بأن يحقق فيه ما يريد. لو أباح لي في الدفة يد، لو كان القرار بيدي لما تركت تلك المراكب تحملني إلى هذه الشطآن البعيدة، ثم لا أجد فيها ما كنت أصبو إليه، ولا يتحقق لي حلم من الأحلام التي كنت أنشدها. وبالتالي لو أردنا أن نضع فكرة لهذا البيت لوجدنا أن الغربة القصرية التي فرضت عليه هي خير مسمى لهذا البيت، فشاعرنا يعاني غربة قصرية مرة. يعود جورج ليجدد النداء لوطنه، وتجديد النداء أو التكرار هنا ما هو إلا دليل على مدى محبته للوطن وشدة تعلقه به في ديار وهو في ديار الغربة. مجددا كلامه قائلا: وطني ما زلت أدعوك أبي، وجراح اليتم في قلب الولد. العاطفة في هذا البيت ترتقي لأعلى الدرجات، فنلمس حنينا جارفا يعيشه ذلك المهاجر بعد أن رمته الظروف في أقصى بقاع الأرض. فهو ينظر للوطن على أنه الأب الذي افتقده اليوم. وكلمة الأب تختصر الكثير من المعاني، فهي تختصر المهابة والاحترام والمحبة، فجعل هذه المعاني في حلة جديدة عندما نظر إلى وطنه على أنه الأب. لكن ويا للأسف، كما يخبرنا في المقطع في الشطر الثاني: وجراح اليتم في قلب الولد. ذلك الأب الذي يحمل كل تلك المعاني أنا افتقدته اليوم عندما رمت بي الأيام في ديار الغربة. نلاحظ أبنائي حجم النبض العاطفي، ذلك الحنين الكبير إلى الوطن المحمل بالتقدير والمحبة عندما وصف وطنه بأنه الأب الغالي. بعدها يقول شاعرنا: هل درى الدهر الذي فرقنا أنه فرق روحا عن جسد. انظروا، وكأني بجورج صيداح يتمم فكرة البيت السابق بنظرته للوطن على أنه الأب، بقوله من جديد أن الوطن هو نصف الروح وتوأم الروح والجزء الذي لا يتجزأ من كيان الإنسان ووجوده. فهو يخبر تلك الأيام التي أجبرته على البعد عن دياره بأنها لم تعلم حقيقة أنها أبعدته عن روحه عندما قررت أن تبعده عن وطنه. فهذه القسوة الكبيرة التي عاشها شاعرنا ما هي إلا لبعده عن شطر روحه، وهو الوطن الذي عاش ألما كبيرا نظرا لتلك السنوات التي فارقه فيها. مقطعنا يختتم بحنين مماثل لأهله وأحبته ولمن كان يعيش معهم أجمل ذكريات عمره، عندما يقول: وطني، من جديد يكررها، وطني حتى ما ترتد الصبا، تلك الريح الجميلة التي تهب من مشرقه الذي يحن إليه، دون أن تحمل من سلمى يرد. فهذه النسمات الجميلة العليلة، إلى متى ستظل تزورني
لكنها لا تحمل معها أخبار الأحبة، أوصافهم الجميلة، صباحهم الجميل الذي كنت أستنشق عبيره وأنا معهم في ديار الوطن. فشاعرنا عبر أبياته يخبرنا عن مرارة ألمه وشدة حنينه لوطنه أولاً ولأهله وأحبته ثانياً. هذه الأبيات كانت عبارة عن رسالة بسيطة مصغرة من قصيدته الجميلة لينقل لنا واقع المهاجر وما عاناه من غربة. نطلع على أبرز الكلمات التي توقفنا عندها. كان لدينا النوى وهو البعد، وهذه الكلمات تتكرر كثيرا في قصائد المهجريين لأنهم يعانون دائما من الفراق والبعد. فنجد النوى المعبرة عن بعده جاءت لتظهر ألم الفراق وألم البعد الكبير. ثم كان لدينا كلمة الدفة، هذه المفردة التي استعارها من تلك السفينة التي غادر إليها عن طريقها إلى ديار الغربة، وهنا أشار فيها دون أن تحمل، دون أن يكون لي قرار، أي لا يكون لي يد في هذه الدفة، وبالتالي لا يكون لي قرار في ذلك الرحيل أو في تلك الغربة. وأخيرا كانت الصبا، وهي الريح الجميلة التي تهب من مشرق الشمس أو من جهة الشرق محملة بأريج الوطن وبعبق الذكريات الجميلة التي تذكره بوطنه وأحبابه. فكانت تلك المفردات يعني مفردات متكررة عند شعراء المهجر تعبيرا عن حنينهم وعن ألم غربتهم عن ديارهم. نبدأ أحبائي الطلاب بعد ذلك باستعراض أبرز التطبيقات على عدة مستويات. نبدأ في البداية بالمستوى الفكري الذي نناقش من خلاله عادة معظم النقاط البارزة على صعيد الفكر الجزئية أو الفكرة العامة. فلدينا في البداية الفكرة العامة لهذا المقطع. طبعا ولا يخفى عليكم أن الفكرة العامة لأي مقطع أو نص لا بد أن تستحوذ على جميع النقاط الجزئية، فعلي عند استخراجها أن أمعن النظر في الأبيات عموما حتى أستخلص فكرة تجمع بين الأبيات ككل. فأنا أمام شاعر يرسم في هذه الأبيات حنينا جارفا إلى وطنه وفي النهاية وأهله، لكن هذا الحنين الجارف كان مجبولا بشيء آخر وهو معاناته الكبيرة من الغربة. فعلي أن أجمع بين هذين الطرفين، طرفي الحنين والشوق، حتى أتمكن من صياغة فكرة تستوفي تلك الأبيات. فممكن أن أضع فكرة لهذا المقطع تتلخص بألم الغربة والشوق للوطن. فمن حسن الفكرة أن تتناول باختصار وبإيجاز الأبيات كاملة دون أن يكون فيها إنقاص لجانب ما. نقطة أخرى التي يمكن أن نضعها سؤالنا الآتي. يقول السؤال: وضح مكانة الوطن عند الشاعر كما برزت في البيتين الثالث والرابع. لو عدنا للنظر إلى هذين البيتين الثالث والرابع لوجدناه يقول في البيت الثالث: وطني ما زلت أدعوك أبي وجراح اليتم في قلب الولد، ثم هل درى الدهر الذي فرقنا أنه فرق روحا عن جسد. الآن نريد أن نستخلص هذه المكانة العظيمة للوطن من خلال هذين البيتين. فعند التوقف مع البيت الأول نلمس هذه الدعوة للوطن بأنه الأب، وهذا التصق الجميل في ترتيب الفكر عند جورج صيداح بين دعوته لوطنه في البيت الثالث على أنه الأب، ثم
دعوته لوطنه في بيت الرابع على أنه توأم الروح، وبالتالي يمكنني أن أستخلص من هذين البيتين أن الشاعر قد خص وطنه بجانبين من جوانب ذكراه العطرة. الجانب الأول أن الوطن هو الأب الحنون وخسارته يتم، وكان ذلك بارزا كما لاحظتم في البيت الثالث. ومن ثم وهو الروح التي يبقى الشاعر دونها جسدا ميتا مثل ما ظهر لنا في البيت الرابع. سؤالنا الثالث يقول: هات قيمة إيجابية برزت في البيت الثاني واذكر دليلا عليها. أيضا بيتنا الثاني عندما قال: ما رست حيث رست فلك النوى لو أباح لي في الدفة يد. كنا قد توقفنا عند هذا البيت وقلنا أن فكرته تدور حول هذه الغربة التي فرضت عليه دون أن يكون له اختيار فيها. لذلك يمكننا أن نلمس قيمة رفض الغربة القصرية. عندما نجد الشاعر يتحدث عن معاناة أو أمر سلبي أو تصوير لظاهرة سيئة أو سلبية وهي الغربة القصرية في هذا البيت، يحسن أن نبدأ قيمتنا بكلمة رفض، فهو رافض لهذه الغربة التي فرضت عليه. وبدأ كلامه بقوله: ما رست حيث رست. لو أخذنا دليلا من الشطر الثاني لوجدنا التركيب: لو أباحوا لي يد، لو أباحوا لي هذه اليد، أي لو كان القرار بيدي لا اخترت موقعا آخر واخترت نتيجة أخرى غير التي وصلت إليها. أخيرا في المستوى الفكري لا بد من الوقوف عند موازنة تجمع بين جورج صيداح وشاعر آخر. فلدينا الشاعر السوري خير الدين الزركلي، ذلك الشاعر الذي تحدث كثيرا عن معاناة الشعب السوري من الاحتلال الفرنسي، فاضطره الأمر في النهاية إلى أن يغادر وطنه، وكان الفرنسيون قد أبعدوه عن سوريا نظرا لمواقفه الوطنية. فيقول الزركلي بعد أن أبعده الفرنسيون عن سوريا: أقصيت عنك ولو ملكت أعنتي، لم تنبسط بيني وبينك بيدو. الشاعر هنا متألم من بعده عن وطنه، أبعده الاحتلال الفرنسي، ولولا هذا الإبعاد لما ترك الصحاري. البيد هنا كما تعلمون هي الصحاري، وهذا الإبعاد لما لولا أن قام به الفرنسيون لما ترك تلك الصحاري تفصل بينه وبين وطنه سوريا. سؤالنا يقول: وازن بين هذا البيت والبيت الثاني من النص الذي قال فيه، أعيده مجددا: ما رست حيث رست فلك النوى لو أباحوا لي في الدفة يد. أولى ما نلحظه قوله الذي توقفنا عنده في سؤالنا السابق في غربته القصرية: لو أباحوا لي في الدفة يد. وهنا أيضا نلمس عند شاعرنا الزركلي قوله: لو ملكت أعنتي. والأعنة هنا جمع لعنان، والعنان هو لجام الفرس أو ما يقاد به الحصان. فهذا الشاعر وهو خير الدين الزركلي أيضا اضطر لمغادرة وطنه، وبالتالي يمكنني أن أربط بين الزركلي وجورج صيداح عبر هذه النقطة، وهي نقطة الغربة القصرية. فكلاهما اضطر لمغادرة وطنه على الرغم منه، فالتشابه كلاهما إذن غادر وطنه رغما عنه. إذا ما أردنا أن نبحث عن اختلاف بين هذين الشاعرين، الزركلي يقول: لو كان الأمر بيدي، لو كنت أملك أعنتي لما تركت الصحاري تفصل بيننا. فبالتالي الزركلي يقول: لو كان القرار بيده لما ابتعد عن وطنه. أما الشاعر جورج فيقول:
مارست حيث رست فلك النوى لو أباحوا لي في الدفة يد. فلو كان القرار بيده صيداح لما استقر في ديار الغربة. إذن الفرق المنطلق دائما في الموازنة يكون مشتركا، فكلا الشاعرين ليس قراره بيده كما أوضحنا في التشابه. ثم في الاختلاف أعدنا العبارة كما تلاحظون زادها، فبدأنا قائلين لو كان القرار بيده، فالزركلي لما ابتعد عن وطنه، أما صيداح لما استقر في ديار الغربة بدليل قوله في بداية البيت ما رست حيث رست فلك النوى لو أباح لي إلى آخر كلامه. عندما نحدد ميلا إلى شاعر دون آخر طبعا لنا مطلق الحرية في اختيار الشاعر الذي نميل إليه، لكن علينا أن نشفع إجابتنا برأي بحكم فني كالصور والأساليب الإنشائية أو الخبرية أو الجمل الفعلية ودلالاتها المتميزة وارتباط ذلك مع المعنى سواء كان فعلا ماضيا أو أمرا أو إلى آخره أو حتى جملة اسمية. كل الأساليب الفنية متاحة أمامنا حتى نستطيع أن نفضل شاعرا على آخر مع دليل على ذلك التفضيل. نذهب الآن للمستوى الثاني من القصيدة وهو المستوى الفني، وكما تعلمون في أي قصيدة المستوى الفني هو المكمل للمستوى الفكري، فالقصيدة تقدم لنا جانبين، فكري يلبس ثوبا فنيا يكمل هذا النموذج أو الإطار الذي يريد الشاعر أن يقدمه. نقف في البداية عند العاطفة، فسؤالنا الأول حدد شعورا عاطفيا من البيت الأخير مبرزا أداته ومثالها. المشاعر العاطفية كانت نابضة في جنبات النص. البيت الأخير لو عدنا إليه لوجدنا أن الشاعر ألبس في هذا البيت عاطفة الحنين والشوق للأهل لمفرداته، فقال وطني حتام ترتد الصبا دون أن تحمل من سلمايا رد. لبسنا في هذا البيت حنينا جارفا للأهل الذين ابتعد عنهم، وكيف لا يكون الحنين جارفا وقد فارقت الغربة لسنوات عديدة بينه وبين أحبته الذين ابتعدوا اليوم ولا زالوا في أرض الوطن. إذن شعور الشاعر في هذا البيت هو شعور الشوق أو الحنين. ثم الأداة، كما تعلمون يمكنني أن أجد عدة أدوات في كل بيت شعري يجسد أو تجسد تلك الأدوات العاطفة، فألمس اللفظة أو التركيبة أو الصورة، فممكن لنا أن نختار مثلا تركيب تحمل من سلمايا رد، فهذا التركيب يشع بعاطفة الحنين ومشاعر الشوق التي يكنها شاعرنا لأهله وأحبته في أرض الوطن. سؤالنا الثاني يدور حول الصور البيانية وتحليلها مع وظيفة من وظائفها. النص حافل بصور متعددة تتنوع في ألوانها وأشكالها، فإذا اخترنا على سبيل المثال صورة هل درى الدهر في قوله هل درى الدهر الذي فرقنا أنه فرق روحا عن جسد، عند تحليلنا لهذه الصورة سنجد أن الدهر هو المشبه، فهذا الدهر كما يفترضه أشاعرنا إنسان يسأله إن كان يدري بهذا الفراق أنه أبعده عن روحه أو لا، فالدهر المشبه والمشبه به هو الإنسان وقد حذف، وقد ترك من لوازمه درى على سبيل الاستعارة المكنية. تكثر الاستعارة المكنية كما تعلمون في القصائد أكثر من غيرها، ربما لأن الشعراء يجدون فيها متسعا أكبر للتعبير عن مشاعرهم وإلباس هذه المشاعر حلة
كما فعل شاعرنا. من الوظائف التي يمكن أن نتوقف فيها عند هذه الصورة وظيفة الشرح والتوضيح، وهي وظيفة متوفرة في جميع الصور. فالشرح والتوضيح نرى في هذا المثال قدرة الدهر على معرفة واقع الشاعر الصعب، فهو قد بدأ بالفعل درى، فهنا يرسم لنا صورة لدهر ربما لا يدري بواقع الشاعر وألمه. إذن رسم لنا قدرة الدهر على معرفة واقع الشاعر الصعب، فأقنعت المتلقي بصعوبة حالة الشاعر التي يعيشها، نظرا طبعا لبعده عن وطنه وألمه وحنينه. ثم نتوقف في السؤال الثالث عند الموسيقى الداخلية، ونحن في نص كهذا نلمح آثار ومنابع الموسيقى في كل نبضة، ذلك أن العاطفة هي التي تسيطر عليه وتعطيه هذه المنابع الجميلة. فنحن نريد أن نستخرج منبعين من المنابع الموسيقية التي توقف عندها شاعرنا في نصه. فنجد على سبيل المثال التصريع الذي جاء في البيت الأول، ففي تصريعه في بداية نصه اختار الشاعر وطني أين أنا ممن أود، أوما للجزر بعد الجزر مد، أوما لهذا البحر بعد الحظ بعد هذا الجزر مد. فهو هنا يرسم صورة التصريع عبر المد الذي جاء به في نهاية الشطر الثاني. وكما تعلمون التصريع أبنائي أن نأتي بنموذجين أو بكلمتين متشابهتين في نهاية الحرف الأخير، وهنا جاءت الدال في نهاية البيت كما جاءت في نهاية الشطر الأول. فلو عدنا للنص لوجدنا في بيته الأول على سبيل المثال قوله الشاعر وطني أين أنا ممن أود، أوما للحظ بعد الجزر مد، وبالتالي الدال تكررت في نهاية الشطرين الأول والثاني، وشاعرنا أتى بالتصريع ليضع نغمة موسيقية جميلة. أيضا من المنابع الجميلة التي وردت في البيت الثاني تكراره للكلمات، نلاحظ في قوله ما رست حيث رست، فالفعل رست ذلك الفعل الماضي كرره مرتين. طيب هنا هذا التكرار أيضا منبع من منابع الموسيقى الداخلية، فتكرار الكلمات لمرة واحدة طبعا في ذات البيت هو منبع من منابع الموسيقى الداخلية. طبعا ولا يخفى علينا أيضا في هذا البيت الحروف الهامسة في البيت الثاني، فلدينا السين مثلا كررت، لدينا الفاء في قوله فلك وفي والدفة، لدينا الحاء في قوله أباح، كما تعلمون عبارة حثه شخص فسكت هي العبارة التي تجمع الحروف الهامسة. فأيضا نلمس في هذا البيت تركيزا على الحروف الهامسة. إذن من منابع الموسيقى الداخلية توقفنا عند عدة منابع، منها تكرار كلمة رست، ثم التصريع الذي جاء في بيته الأول، ثم أيضا كان تكرار أو الاعتماد على الحروف الهامسة كما برز في البيت ذاته وهو البيت الثاني. نذهب إلى تطبيقات اللغة أو التطبيقات اللغوية. في تطبيقاتنا اللغوية نستعرض جوانب النحو أو الصرف أو الإملاء. نبدأ بالبداية بأسلوب نحوي وهو أسلوب النداء. سؤالنا يقول استخرج منادى مبينا نوعه. الشاعر كان يقول وطني أين أنا ممن أود، أوما للحظ بعد الجزر مد. هنا كما تلمسون كرر وطني عدة مرات، وطني حتى ما ترتد الصبا دون أن تحمل. إذا كرر وطني في بداية أبياته، فكان هذا المنادى هو المنادى لكن الأداة كانت محذوفة، فتقدير الكلام يا وطني أين أنا ممن أود. الآن نوع هذا المنادى
المنادى هنا اتصل بياء المتكلم، وبالتالي المنادى هنا مضاف، فوطني مضاف والوطن مضاف والياء هي المضاف إليه. ونشير إلى أن الأداة كانت محذوفة، يجوز في المنادى أن تحذف أداته على أن يفهم ذلك من سياق الكلام، كما في مثال جورج صيدح: وطني أين أنا ممن أود. نقطة أخرى أيضا وهي أسلوب الاستفهام. أسلوب الاستفهام أبنائي في القصائد الشعرية يعطي صورة جميلة وينقل كل مشاعر الشاعر بأسلوب مبتكر في أكثر الأحيان. يعني عندما يقول هل درى الدهر على سبيل المثال، هذا الأسلوب إضافة لفائدته النحوية التي سنتوقف عندها هنا مبينين دلالته، يعطي إيقاعا موسيقيا من ناحية وتصويرا لعاطفة أليمة جاءت بناء على بعده عن أرض وطنه. فهنا شاعرنا أتى بأسلوب آخر، مثلا هو أين أنا ممن أود. فلدينا أسلوب النحو الأول وهو هل درى الدهر، وأسلوب آخر، أسلوب استفهام آخر هو أين أنا من مون أود. طبعا هل هي حرف استفهام، أما أين فهي اسم استفهام يستفهم به عن المكان لتوضيح الدلالة. فعندما أسأل عن دلالة أسماء الاستفهام أحدد استخدامها، إن كان للمكان كما في أين، أو للزمان كما في متى، وهكذا. السؤال الثالث: استخرج مصدرا مؤولا وأعربه. طبعا المصدر الذي استخرجناه هو أن تحمل في بيته الأخير عندما قال دون أن تحمل من سلمايا رد. فالمصدر هنا المكون من أن المصدرية الناصبة زائد الفعل المضارع تحمل هو عبارة عن مصدر مؤول ومحله الجر بالإضافة. طبعا هنا المصدر جاء بعد الظرف وبالتالي أخذ محل الجر بالإضافة. السؤال الذي يليه: استخرج اسما معربا بعلامة فرعية ووضح علامته. العلامات الفرعية كما تعلمون الألف في المثنى، الواو في جمع المذكر، الياء أيضا في جمع المذكر، أو العلامات البديلة عن العلامات الأصلية بشكل عام. فهنا يمكننا التوقف عند كلمة أبي، أدعوك أبي، فالياء هي علامة لنصب الأسماء الخمسة، والأب طبعا من الأسماء الخمسة. هنا جاء أدعوك، فكانت الكاف هي المفعول به الأول طبعا، وأبي هي المفعول الثاني للفعل أدعو، وبالتالي كانت علامة فرعية من علامات الإعراب. سؤالنا الخامس يتناول مادة الصرف. هات اسم فاعل واسم مفعول من الفعل فرق، عندما قال شاعرنا فرق روحا. فرق فعل كما تشاهد فوق ثلاثي، فاسم الفاعل منه مفرق طبعا بمضارعه، ثم بقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. الآن في اسم المفعول مفرق بفتح ما قبل الآخر، هذا الفرق بين اسم الفاعل والمفعول لفوق الثلاثي. هنا لدينا العلة الصرفية أيضا، العلة الصرفية في قوله رست. العلة الصرفية في رست هنا هي إعلال الحذف، الفعل في أصله رسى، ثم في قوله رست حذفت الألف طبعا لمنع التقاء الساكنين، فحذف الألف من رسى والجزر طبعا رسوى، فكان اتصالا بإيش؟ بالتاء. ثم لدينا الإملاء كما في سؤالنا: علل كتابة الهمزة على صورتها في أباح واهتدى. أباح الهمزة همزة قطع لأنه ماضي رباعي طبعا أباح، فبالتالي هو ماضي رباعي، والهمزة تكون قطع في ماضيه وأمره ومصدره. وأيضا لدينا اهتدى همزة وصل، هنا ماضي خماسي كما تعلمون، أيضا الماضي والأمر والمصدر للخماسي والسداسي همزته همزة وصل. سؤالنا الثامن: علل كتابة الألف على صورتها في
دوى وتجافى، النوى وتجافى. النوى هو اسم ثلاثي وأصلها ياء، أصلها الكلمة ثلاثي أصلها ياء فكتبت مقصورة. ثم في تجافى هي فوق ثلاثي ولم تسبق بياء. إذا في الثلاثي نبحث عن الأصل، إن كان ياء فتكتب مقصورة، وفي فوق الثلاثي ننظر إلى الحرف الذي سبق هذه الألف، لأنها لم تسبق بياء فكتبت مقصورة. أخيرا نريد كلمة اهتدى أن نستخرجها من معجم يأخذ بأول الكلمات. كما تعلمون نعود لجذر هذه الكلمة، فالجذر هو هدية، ونجدها في باب الهاء مع مراعاة ترتيب الدال ثم الياء. إذن هذا لاستخراج الكلمة من معجم بأوائل الكلمات. أبنائي الأعزاء، بهذا العرض لجوانب قصيدة وطني بين المستويات المختلفة الفكرية والفنية وأخيرا التطبيقات اللغوية، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم الفائدة المرجوة التي تعينكم على فهم هذا النص ومحبته، نظرا للمشاعر الجميلة التي قدمها الشاعر جورج صيداح. راجينا لكم التوفيق والنجاح والاجتهاد الدائم، والسلام عليكم.